ايضا فيما يخص الملف السوداني، شدت سياده الرئيس على انه ازمه السودان الشقيق تنذر في حال عدم التعاون لاحتوائها بصراع طويل وتبعات كارثيه على السودان والمنطقه. واشتعلت كذلك ازمه جديده في السودان الشقيق تنذر اذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثيه على السودان والمنطقه. كما تستمر الازمات في ليبيا واليمن، بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254.